I said أنا before, قلت قبل كده هو he and I enjoyed speaking football. كنا بنستمتع بالكلام في الكورة، كنت بستمع ليه لأن هو عنده خبرة كبيرة في مصر، عنده خبرة كبيرة مع مجموعة كبيرة من اللاعبين، وكان بيساعدنا وكان بيدينا المعلومات اللي عنده وبيدعمنا. لما يبقى عندك دايما فرصة إن أنت تتعلم من حد اللي عنده خبرة في كرة القدم، حد عنده تتعلم. أنت كنت ممكن تتعلم من مانويل جوزيه؟ Yes, أكيد. when you speak, لما بتتكلم وبسأله أسئلة، his experiences in Egypt, هو خبرته في مصر وخبرته مع اللاعبين، how to motivate them, ازاي يحمسهم وازاي هم بيفكروا. When I arrived, لما وصلت هنا I always said I didn't دايما come قلت with all the answers. ان عندي كل الاجابات لكل الاسئله اول ما جيت. انا جيت عشان اسمع واستكشف واوصل لافضل طريقه ان احنا ناخد بيها الامام. هو ساعدني في ده برضه. ما تزعلش مني، هل انت بالفعل كده شخصيه متواضعه طيبه راجل حبوب، ولا انت حابب تدي صوره معينه عن المجتمع الامريكي؟ وانت يمكن لما جيت مصر حسيت ان يعني المجتمع الامريكي بسبب البوليتيك او بسبب السياسه في شويه غضب من الشارع المصري، انه الناس كلها تعاطفت معاك، الناس كلها حبيتك، عندك مواقف انسانيه جميله، زيارتك لمنفلوط واحضانك وقبولاتك للشعب البسيط هناك، رسائل الناس ما بتنساهاش، زيارتك المستمره ل 57 3 57، هو ده برادلي من جواه ولا رسائل انت حابب بتوصلها للناس؟ No, I believe in doing things the right way. انا مقتنع ان انا المفروض اعمل كل حاجه بالشكل المناسب. لما ببقى موجود في موضوع انا جيد في ان انا اعرف مين الناس الامينه، مين الناس العادله، مين الناس الذكيه، مين الناس لما تبقى الامور صعبه هيبقوا في صفي، ومين اللي هناك هيسببوا مشاكل برضه. لما انا جيت انا وزوجتي لمصر There are many people who قابلنا ناس كتير showed appreciation قدرونا جدا ورحبوا بينا، وبشكل بسيط بنحاول ان احنا نعرفهم ان احنا بنهتم طبعا بالناس في مصر وبنهتم بمستقبل مصر. انا فعلا الشغل مع اللاعبين في مصر، قلت ده النهارده، ان استجابه اللعيبه والايمان اللي عندهم ده ان احنا المره دي ممكن نعملها وممكن نروح كاس العالم، ده هو ده اللي بيحمسنا وبيدفعنا للامام. لما بعمل مع اللاعبين بحط قدامهم تحديات Do what's best for the team. ان هم لازم عندهم الشغل الافضل للفريق، وان هم يبقوا ملتزمين مش لغايه نص الطريق بس، لا لغايه اخر الطريق. لو عندك المجموعه صح وعندك الايمان وانت مصدق الموضوع فعلا، عندك فرصه. لما تبقى انت قائد ده اللي انت محتاجه. استاذنك روح